أعزائي مشاهدي قناة الأهلي، أهلا وسهلا بحضراتكم. يمكن دي المرة الثانية اللي بتشرف أن أنا أكون معاكم على شاشة قناتكم، قناة النادي الأهلي. المرة الأولى كان معانا القطب الإعلامي الكبير الأستاذ فهمي عمر، وبالطبع كان في حلقات من الأهلي يحاور قدمها زميلي العزيز الإعلامي الكبير أستاذ محمد الجندي. النهاردة بيسعدني أن أنا أقدم الحلقة الثانية ليا من برنامج الأهلي يحاور، وإحنا هنتحاور في هذا المساء حول الكنز، الكنز اللي بيمتلكه النادي الأهلي، ثروة كبيرة أسسها ورعاها النادي الأهلي وتكونت على مدى أكثر من 112 سنة. هذا الكنز الكبير ربما يكون هو الأكبر لنادي على وجه الكرة الأرضية من عدد المشجعين له في نفس البلد. النادي الأهلي بيمتلك جماهيرية طاغية، بيمتلك حب وتفاني، بيمتلك هذه الثروة وهذا الكنز من جماهيره العظيمة العريضة اللي بدأت تشجعه من أول انطلاقة ليه عام 1907، لأنه نادي مصر، نادي المصريين، النادي المصري الخالص الذي تأسس ليكون ناديا للمصريين. هذا الكنز في بعض الأحيان بعض الناس بتحاول تحوله للغم، بتضع فيه فتيل حتى ينفجر ويضر النادي الأهلي، ولكن الجماهير الواعية، الجماهير الوفية، الجماهير المضحية هي التي تستطيع أن تستوعب أنها تمثل ثروة تاريخية، ثروة نادرة لهذا الكيان الكبير، وبالطبع ثروة للكرة المصرية وللرياضة المصرية بصفة عامة. إحنا النهاردة أمام تجربة عظيمة وتجربة رائدة، تجربة كانت على مدى 3 أو 4 سنوات. بعض الناس اللي تربت على حب النادي الأهلي لأكثر من نصف قرن استطاعت هذه المجموعة بقيادة شخص أصبح الآن الأب الروحي لجماهير النادي الأهلي إنها تحافظ على هذا الكنز وتضعه في المكانة اللائقة لي وتقدمه للشعب المصري وللرياضة المصرية والعربية والإفريقية بالشكل الذي يليق بمحبي هذا الكيان الكبير العظيم اللي هو جزء من تراث مصر، النادي الأهلي.